السلام عليكم، بسم الله الرحمن الرحيم. خالد معكم دائما وابدا. اليوم عندنا فيديو خفيف لكن على غير العاده، راح نتكلم شويه على الاسماك. راح نوري لكم يعني المجموعه الجديده اللي اقتنيتها واشتريتها اليوم صباحا يوم الاثنين، وان كان يعني في معلومات تاعي في الاسماك بين قوسين قيس قيس، لا علينا. المهم انا جبت الاسماك هذو، ما جبت هذو لا تلاحظوا عندي. جبت واحد كومباطون، نعشق في الكومباطون، بكري كنت نحبو يعني من صغري هاوليك. وجبت هذوك الزوجة كتشوفوا فيهم، الله ما على بالي واش الله اعلم، سوماطرة عسى هكا، سوماطرة تيطا، سوماطرة عمسى هكاك. وجبت زوج هذوك ما نعرفش اسمهم افضل يعني، والله اعلم سي دي نيتواير، على حسب واش هاوليك باش تشوفوهم. الله اعلم نيتواير ما عرفتش شنو هم لي كادوك اللي بانو لي تاع سوماطرا، فقيلة تاع فساكا سوماطرا، و لو كومباطون اللي شريتو معاهم. المهم كيفاش راح ندير، انا حطيتهم يتأقلمو مع الماء الجديد في الحوض السمك تاعي. حوض السمك تاعي درجة الحرارة تاعو راهي بين 26 27، حطيتو يتأقلمو درك عندهم قرابة نصف ساعة ملي حطيتهم. دوك واش راح نزيد ندير، راح ندير لهم شوية ماء باش يلها الطريقة. دخلت شفت في انترنت قالك مليح اني دير الماء تاع الاكواريوم تاع الحوض، زيد ديرو لداخل، ندير قرابة واحد تلت كيسان. الله كومباطون فريناه معاه، درنا له دركا نزيد، نزيد ندير هادوك لي سوماطرا هادوك، نلحق شوية ما تلاتة كيسان نفس الشيء. وهنا هادوك لي نيتواير قلت لكم ما نعرفش اساميهم، نفس الشيء درت لها ثلاثة كيسان تاع ماء باش يتأقلمو يعني مع الماء تاع الحوض. هادو هما بصفة عامة هاذيك. ومن قبل واش كانوا عندي، كانوا عندي الله اعلم هذوك البورتيبي هذاك الله اعلم كزيفو، هذوك الكحوله ما على باليش واش اسمهم. وعندي هذوك صغار دانيون لا دانوا ما باش ايضا كيف كيف واش اسمهم. وعندي ديسكالر ديسكال هذيك سكالر نعرفهم بريم بكري، قلت لك بالعقل بالعقل عمروها. وتانت علاش درت هالفيديو باش كش ما تعطونا نتوما كش نصائح، خاصة جماعة الحواتين. على بالي بلي يعني كنت معول اليوم نشري دي بلونت اكواتيك، مي البروبلام اني ما لقيتش لي بلونت اكواتيك، ما لقيتهمش. هذا واش عندي معلومات، كاش من نتوما تزيدوا تعطونا بعض المعلومات يعني اللي نقدر نستفاد منها، ما تبخلوش علينا. الامر الاخر واش راح ندير، راح نطلقهم قاعدك مام الكومباطون، مام يعني نطلقهم قاعدك في رحبه يعني قاعد باش يكونوا لداخل. اسكو الكومباطون يقدر يعيش معهم ولا لا؟ لا ماذا بيا تقدروا الا تقدروا تجاوبونا. وحبيت عند هاد الاكواريوم الصغيره هذيك بويو هذيك، كنت عندي مود ملي شريتها، درت لها دوره بيولوجيه، خليت الماء يدور قراب الدرك عنده قريب شهر. اسكو نقدر ندير الكومباطون ديرو التماتيك هاي ليك، والله دو بريفيرونس نخليه مع احبابو له، وان كان انا نفضل بالك نخليها هنايا. هذا هو الفيديو اللي كنت حبيت ان يعني نشاطرو معكم، بارطاجيه معكم. كاش ما تفيدونا بعض النصائح، بعض الارشادات، بعض لي تكنيك جماعة اكوا سكيبينغ هادوك، واش من نباتات واش من لي روش اللي نديرهم، ما تبخلوش علينا. وربي يجازيكم وبارك الله فيكم. نخلي درك الماء يعني يتأقلم
طري طري بيان باش من بعد هذيك نطلقهم. نبداو على بركه الله، راح نطلق هادو مزوج درك بصح. الله ما على بالي الا نطلق الماء كلش، والله ربي عالم. انا سيدي درك يعني اسكو هاد الماء كاع نطلقو، والله هذا ما بيش راح ندير ديكا، والله هذا انا طلقتهم بيهم بالماء. درك نزيد هادوك ملتح. دوك نطلق هادوك الزوج. هذا وقال بولا بيسك ما شويه بني شويه مسخ، نقصلو شويه طريقه. دوك نجي سي بون. دركا نروحو للكومباطون. دركا بالعقال هاداك الكوماطو طاش، الله يبارك الله يبارك، بسم الله ما شاء الله. نحسب شوف راهم ما شاء الله، ها عليك لو كومباطون. ثم ترى رايجات لاباس على حساب شوفارهم ما شاء الله. هاديك راي الحيحة، يكون بطن على حساب شوفار وقيلتهم ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله، هذا هو بصفة عامة. خوتنا لكش ما عندكم اقتراحات ارشادات توضيحات زيادات ما تبخلوش بها علينا، الله يرضى عليكم. ما شاء الله نتلاقاو في فيديو اخر باذن الله عز وجل. بالمناسبة هذه هي الماكلة اللي راني نمدها لهم، ما تقدروا تعطون عليها معلومة من المعلومات. نمدلهم شوية بالعقل برك. الماكلة انا ما نمدش بزاف، نمد قالوا لي مد غير بشويه برك. يكون باطون من هيها ومخبي مر لا تبتع من هاي طلع. تحس
حسب الشوفر وتمتم أقلمو. بسم الله الحمد لله على بالي وقلت متكترت شوية مي ياكلوها هما على حسب شوفها ياكلوها الكومباطون الله أعلم أو ياكل لي سوماطرا هادو كم ياكلو سي بون الحمد لله. كاش ما عندكم زيادات اضافات كما قلت لكم ما تبخلوش علينا ربي جزاكم ان شاء الله. نتلاقاو ان شاء الله في فيديو اخر باذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.